ايه اكتر حاجه مجنونه عملتيها في حياتك؟ حاجه واحده بس اللي مجنونه، في حاجات كتير بس في حاجات ما ينفعش تتقال. اهلا واضح، شيرين رضا. الصرصار. لما ابويا كان بيوديني السيرك عشان اعرف اشوف الحيوانات والمسهم والعب معاها. لا صعب جدا ان انا ابكي. اخر مره بكيت في التصوير، لان الشخصيه لازم ابكي في الحته دي في الدور. لا ما احبش اغير اي حاجه في الماضي بتاعي خالص. الادوار اللي بضطر اعمل حاجات فيزيكال يعني ضرب وكده لاني بتضرب. انا اي حد بيقول لي اي حاجه بقول لا في الاول. اكيد كلنا بنكذب، بس انا ما بحبش الكذب اللي يودي في داهيه. انا بتكلم على الكذب، شكلك حلو، اللون ده لايق عليكي. يوم لما بنتي اتولدت ده أسعد يوم في حياتي حقيقي. الجونة في فيلم الفيل الأزرق الأولاني، أنا وكريم عبد العزيز ما كناش عارفين نصور المشهد الجد علشان كنا بنعيط من الضحك. شريكة. العصبية. الانترفيوز. شكرا واضح.